أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. طالب النائب علي البديري رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالكشف عن الأرقام الحقيقية الناجمة عن ارتفاع بيع سعر برميل النفط للعام الماضي. ورجح البديري زيادة سعر برميل النفط في موازنة 2019 إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل مع زيادة الإنتاج اليومي. وأضاف البديري أن الموازنة التي أقرتها حكومة العبادي لعام 2018 تم احتساب سعر البرميل فيها ب 45 دولاراً في حين تجاوزت أسعار النفط 70 دولاراً خلال الفترة الماضية. أعلن سوق العراق الأوراق المالية عن إطلاق تداول السندات الصادرة من البنك المركزي العراقي فئة 5 ملايين دينار. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام إن إيداع السندات الإصدارية الثانية الصادرة من البنك المركزي ذات فئة 5 ملايين دينار التي موعدها في نيسان 2019 قد تحققت وسيكون هناك تداول فيها داخل السوق. وبيّن عبد السلام أنه سيتم إطلاق التداول على هذه السندات في 18 من الشهر الحالي لأول مرة في سوق العراق للأوراق المالية. توقعت نقابة عمال كردستان العراق أن تؤدي الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران إلى تدفق أعداد كبيرة من العمالة الإيرانية على كردستان العراق. وقال رئيس فرع أربيل للنقابة صابر عثمان علي إنه من المتوقع تدفق عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الإيرانية، مطالبا الحكومة والوزارات المعنية بوضع حد لتدفق العمالة الأجنبية عموما والإيرانية على وجه الخصوص، تلافيا لارتفاع نسبة البطالة وحرمان العمالة المحلية من فرص العمل. أعلنت الكويت رفضها قرار الحكومة في بغداد الذي يقضي بفرض ضرائب على المنتجات الكويتية. وقالت وزارة التجارة الكويتية رداً على استفسار نيابي أن التجارة مع العراق ليست على ما يرام، وذلك بسبب فرض رسوم جمركية بنسب تتراوح ما بين 10 و15% على البضائع المصدرة من الكويت إلى العراق. وذكرت الوزارة أن هناك نقاطاً متعلقة بالتجارة بين الكويت والعراق تفيد بوجود اتفاقية للتعاون التجاري بين البلدين والموقعة في العام 2014. دعت وزارة الزراعة مربي الأسماك في الأقفاص إلى تخفيض أعداد الأسماك إلى النصف في المتر المكعب الواحد. وذكرت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي من أجل الحفاظ على الثروة السمكية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الحالات المرضية والملوثات البيئية الناتجة عن سوء الإدارة وعدم الالتزام بالتعليمات والآليات الصادرة من دائرة الثروة الحيوانية من حيث المسافات وفحص الأسماك دورياً. وأضافت الوزارة أنه يجب التأكد من خلو الأعلاف من المسببات المرضية قبل تقديمها للأسماك. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.